صباح الخير يا عاشر، اليوم بدنا نكمل الدرس اللي بلشنا فيه واللي نشرح عنه. اليوم بدنا نحكي عن مكافحة الجرائم الإلكترونية. مكافحة الجرائم الإلكترونية. هلا بحكي لنا إنه الجريمة الإلكترونية هي أصعب من الجريمة العادية. ليش؟ لأنها هي عابرة الحدود، يعني أنا ما بقدر أحصيها بمكان معين أو بزمان معين، تمام؟ ما بعترف، شايفين، لا بالمكان ولا بالزمان. هي بتتميز بالتباعد الجغرافي، انا ما بقدر اوصل عليها اوصلها، بسهل اتلاف الادله من قبل الجنان كمان، لانه ببساطه انا بلغي كل شيء الكتروني ما بيقدر اي حدا يوصل لي. صعوبه التحكم بتحديد حجم الضرر الناجم عنها قياسا مع الجرائم العاديه اللي احنا يعني مش الالكترونيه. بعدين بيحكي لنا انه التنبؤ بالمشتبه امر صعب. ليش؟ لانه اللي بيرتكبوها فئات متعدده، يعني مش بس كبار او بس صغار مثلا، لا، فئات اكثر من نوع. هلا تقنيه المعلومات صار فيها تطور وصار فيها استحداث وانماط جديده، ظهر عندنا شيء اسمه جرائم التقنيه العالميه او الجرائم الالكترونيه. ازداد عددها وتطور اساليب مجرمينها، صار عندهم خبرة أكثر، صاروا يعرفوا كيف أعرف كيف أخترق، كيف أسرق، كيف أمشي في الجرائم الإلكترونية، تمام؟ هلا استحدثوا وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمين؟ لإدارة البحث الجنائي. إذا وحدة المكافحة مو وحدة مكافحة الجرائم ليش تابعة؟ لإدارة البحث الجنائي من قبل جهاز الأمن العام في المملكة. هي مجهزة أحدث التقنيات العالمية المعدة لاستخراج الأدلة الرقمية عشان تحاول تسهل عملية الوصول للمجرم أو المشتبه فيه. معاينتها من قبل مهندسين وفنيين قانونيين متخصصين في هذا المجال، تمام؟ هاي صورة عن مختبر وحدة الجرائم. هلأ بحكي لنا بلشت وحدة الجرائم متى تشتغل؟ في 2008. مكافحة الجرائم الإلكترونية بلغت تشتغل في 2008. أنشأوا قسم خاص لغايات التحقيق والمتابعة في جرائم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت أو جرائم أخرى لها علاقة في الموضوع. هلأ يعني إنه يكون حاسوب لها دور فيها، أنا محدد لكم. هلأ لما تطورت صارت وحدة متكاملة لمكافحة الجريمة الإلكترونية في 2015. إذا بلشت شغلها في 2008 وطورت شغلها في 2015. كانت المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول اللي سارعت إنها تهتم بهاي الجرائم الموجودة وبادرت لمكافحتها، وأنشأت وحدة متخصصة بتعتمد على منهجية واضحة في مجال مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها وأهمها الجريمة ذات التقنية العالية اللي هي الجرائم الإلكترونية. هلا ايش هي العوامل اللي ارتكزت عليها هاي الاستراتيجيه اللي مشوا عليها؟ اول شيء التحقيق في الجرائم المتعلقه بالتقنيه الالكترونيه كافه كلها، يعني ضمن وسائلها غاياتها وبسريه تامه عشان يوصلوا لفاعلينها داخل المملكه او خارجها بالتعاون مع الدول مثلا اللي ذات علاقات بتكون معاها. اعداد الدراسات، وهذا عشان اعرف سبل انقاذ القانون وسيادته، عشان اعرف سبل انقاذ القانون وسيادته. التوصيات المبنيه على الدراسات الواقعيه، اني انا اعد توصيات حول تطوير التشريع الجنائي بما ينسجم مع التطور الفكري والفلسفي والاجتماعي والتكنولوجي للموضوع، تمام؟ هلا العلاقة المشتركة بين أفراد المجتمع والهيئات الرسمية وغير الرسمية، كيف؟ من خلال إني أتعاون مع مجال مكافحة الجريمة وأحث المواطن على التعاون معي في هذا المجال. آخر إشي التوعية والإعلان، إنه من خلال التوعية بهاي الجرائم المستهدفة وإني أبين مخاطرها بإني أعطي محاضرات توعية للمواطنين مثلا عشان يعرفوا مدى خطورة هاي الجرائم ونحد منها. تستهدف هاي المخاطرات ايش؟ المحاضرات
مؤسسات المجتمع المدني والعسكري ومؤسسات التعليم على اختلاف مستوياتها، وأهم شيء الجهات الخاصة والحكومية. هلا بدنا نشوف شو سبل الوقاية من الجريمة الإلكترونية. سبل الوقاية من الجريمة الإلكترونية، أول إشي الحذر من مراسلة الغرباء. يعني أنا ما حدا ما بعرفه أتراسل معه أو أفتح رابط أنا ما بعرفه مثلا. يعني ينبغي على مستخدم أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية الحذر من مراسلة الغرباء زي ما حكينا، وعدم فتح الملفات التي ترسل عبر الشبكة العنكبوتية اللي هي شبكة الإنترنت يعني، إلا بعد التأكد من هوية الشخص اللي بعت لي إياها. وعشان أكون حامي تلفوني وهات تلفوني وحاسوبي من الفيروسات، تمام؟ كيف بحميهم تلفوني وحاسوبي من هاي الأجهزة؟ باستخدام برامج برامج مضادة للفيروسات، تمام؟ هلا بحكي لنا مسح محتويات الهاتف عند بيعه إشي مش كافي. اني انا امسح البيانات قبل ما ابعتها قبل ما ابيعه هذا اشي مش كافي، لانه ببساطه بيقدروا يرجعوها ويوصلوا لها. بحكي لنا لازم احذر قبل ما ابعت لما ابي امسح، لانه بيعمل مسح كامل عن طريق ويب دينج. يعني الاوامر فورمات وديليت دينج مش كفيله انها تحذف محتوى الاقراص الصلبه او الذاكره بشكل كامل. لازم استخدم برنامج متخصص وبتنج بروجرامينج لمسح وحدات التخزين وبطاقة الذاكرة. المسح العادي والفورمات والديليت هاي ما بتعمل، بيقدروا ببساطة يرجعوها، تمام؟ جيم استخدام كلمات سر معقدة، يعني تكون كلمة السر أطول، مش كثير بسيطة، تكون طويلة فيها أحرف أرقام رموز أشكل وأغيرها باستمرار. يعني ماكسيمم كل 3 أشهر مثلا أغير كلمة الباسورد. وبنصح كمان بإني أستخدم الفاير وولز اللي هو جدار الحماية، وأستخدم مكافحة البرامج الضارة وتشفير البيانات الحساسة. هذا الحكي للناس اللي عندها شركات عندها معلومات محاسبة ومش محاسبة والقصص هذي. الحذر من مواقع التواصل الاجتماعي، أنصح بعدم إرسال الصور الشخصية والفيديوهات الخاصة أو أي معلومات حساسة للغرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه ببساطة حسابي ممكن ينسرق، بنشاف، بتهدد، بصير في أي خطر أنا مش حاسب نفسي. عدم ترتيب الأجهزة الخاصة مع شخص غريب، لأنه عادي بإمكانه خلال ثواني إنه يوزع برنامج تجسس أو ينشئ حساب للدخول للجهاز من خارج. هيك وصلنا، خلصنا الدرس ووصلنا عند أسئلة الفصل. علينا واجب أسئلة الفصل، بس أسئلة الفصل يا مس مش كلها واجب، في منها أسئلة محذوفة. إن شاء الله ببعث لكم على الجروب أخبركم إيش هي الأسئلة المحذوفة. يعطيكم ألف عافية.